the bathtub. Ironman 70, this is impossible. أنا عمرو شاكر 55 سنة أنا متجوز وعندي سيف ولينا بشتغل في إيجي ماد من وأنا عمري 17 سنة وطول عمري وأنا صغير كنت بحب ألعب رياضة بس عمري ما كنت ملتزم ومنتظم فكنت أوفر ويت كان في حاجات بتمنعني إن أنا ألعب رياضة في فريق لغاية من 5 سنين ابتديت أروح الجيم كان عندي مشكلتين أساسيتين المشكلة الأساسية الاستمرارية والمشكلة التانية إني وزني بيزيد وزن تقريبا في حدود 100 كيلو وعندي إصابات بين ديسك في ظهري ومشكلة في ركبي وطبعا مع زيادة الوزن بتعب أكتر ومش حاسس إن عندي تحسن كبير بيحصل لي على مستوى الرياضة أو على مستوى الصحة يناير أنا كنت في الصحراء مع واحد صديق ليا وبعدين قال لي ما تيجي نجري 500 متر وقال لي أنت بتلعب رياضة قلت له أنا بلعب رياضة كنت حاطط لنفسي أهداف إن أنا أخس بس ما حصلش كده وزني عمال يزيد فجريت لقيت نفسي مش قادر أخد نفسي حصل لي كده خضة صعبت عليا نفسي هو السن هو إيه اللي حصل لك يا عمرو ليه كده؟ قال لي أنت مبسوط كده قلت له لا قال لي طب إيه رأيك نعمل أيرون Ironman 70 دي 2 كيلو عوم 90 كيلو عجلة و 21 كيلو جري لازم يتعملوا ورا بعض ولازم يتعملوا قبل 8 ساعات ونص أعمار من 18 لغاية 70 80 ما فيهاش أنا دايما بحب الأتشيفمنت وبحب التحدي ودايما بحب دايما أقدر فلقيت نفسي ان انا الحمد لله في شغلي بعمل اتشيفمنت في حياتي الشخصيه بعمل اتشيفمنت فعمري ما عملت فيزيكال اتشيفمنت قويه زي كده فمحاول وصاحبي ده كان بيشرب سجاير وكان اوفر ويت وعمل حاجات بقى اضعاف الايرون مان 70.3 فشجعني ان انا ممكن اقدر فعلا طبعا انا كنت فاكر ان الموضوع يعني هو جبل عالي قوي بس حسيتش بصعوبته الا لما ابتديت اتمرن حسيت انه لا ده في حته بعيده قوي لغايه ما واحد صاحبي قال لي في مدربه اسمها خديجه حطتني على الطريق الصح اتدربت معاها مره واحده رحنا نادي اليابوس فقالت لي عمي عايزه تشوفني انا بعوم ازاي فقالت لي انت بتعمل ايه؟ قلت لها بعوم قالت لي لا انت نازل تتشمس حضرتك مش بتعوم وحصل الكورونا قفل النادي وما بقتش بشوف المدرب فبقى ولا عارفه اتعلم ستايل فبقت بتبعت لي العب رياضه وكنت على اب معين معاها اجري واركب عجله وابعت لها ابعت لها العجل تقول لي ايه ده انت مش راكب عجله انت حاطط بدله انت دي مش سرعه بني ادم خالص يعني جيت اجري قالت لي انت بتمشي مش بتجري اقوم في العين السخنه الاقي نفسي بلف حوالين نفسي اطلع ابص اشوف انا وصلت لفين اتريني في نفس الموت ميزة الرياضة دي انها الواحد يتمرن مع مجموعة فبيديله احسن كوميتمنت وديسبلينس وكونسيستنس بس انا كنت بتمرن لوحدي عشان الكورونا وان انا يبقى عندي العزيمة ان انا انزل اتمرن لوحدي ده كان مزود التحدي جامد يعني كان مفروض ان انا اتمرن شوية في البول عشان ابتدي اقدر اروح البحر فلما اتمرنت مرة مرتين اضطريت ان انا اروح اتمرن في البحر عشان مفيش حتة اتمرن فيها العجل كان لازم اتمرن نوعين الاندور او على طريق السخنه كنت بخاف قوي
كنت بخاف قوي بشوف سرعة العربيات وجنبي كده وهوا جامد والواحد على العجلة لوحده 3 ساعات، فكانت بحس كده كل جمعة وانا طالع لا ده في جبل طلع، فكانت بتبقى مش سهل. الإصابات اللي عندي كانت كل ما اخلص تمرين بيبقى فيه وجع جامد جدا، لو حصل لي إصابة مع سني ده هقعد وقت كبير جدا عشان اتعافى، فكنت دايما بزود تمريني بطريقة تدريجية مش جامدة. لقيت ان انا لازم اشتغل على محاور كتيرة، المحور الاولاني ان انا لازم اخس، المحور التاني رياضتي وان انا اقوي، المحور التاني المايندفولنس لازم اظبط دماغي. برضو ابتديت اشوف هو انا سبورت سيستم اعمل ايه، لقيت بقى بتمرن فيتنس مع عمرو عمر فابتدى يشجعني ويقوي لي ويقول لي انت لازم تقوي عضلاتك عشان تستحمل القصة دي. وفي وسط الاصابات دكتور ميشيل في الفيزيو ابتديت اشوف مدرب يعلمني ازاي اركب عجله، ازاي اشرب ميه، ازاي ابدل صح، كل حاجه ليها تكنيك، ازاي اجري صح عشان ظهري ما يتعبنيش، ركبتي ما تتعبنيش. رحت للدكتوره نيوتريشن دكتوره رندا وابتدت تديلي سيستم، يعني ابتديت احاول ان يبقى في سبورت سيستم للواحد، مراتي ولادي ابتدى حواليا ناس تساعدني ان انا اقدر اكمل، ده يخلي الواحد يحقق اي حاجة. في الاول الواحد نفسه دايما تقول له ما تنام ريح، الهم ده بنزل 5 الصبح بنزل 6 الصبح، كنت بسيسها، معلش ننزل النهارده بكره نشوف، احنا هنحقق حلمنا وهنعمل حاجه جميله. كانت صعبه، كانت صعبه. في الاخر ابتديت استمتع بالتمرين، يعني ابتديت كده بتكلم مع جسمي، يعني بقيت بحبه واقول له انت وقفت جنبي، انت سبورت ليا. ابتديت واحده واحده اخس والعب رياضه، اخس والعب رياضه، اللي ابتدى يديني الامل ان في تحسن كيلو في كيلو، السرعة بتزيد، شكلي بقى أحسن، باخد ثقة في نفسي أكتر، لغاية ما رحت معسكر في شهر 9 وثلاث أيام مع الكوتش خديجة ولقيت إن أنا مستوى بعيد قوي، فتأثرت لأن أنا كنت داخل بطولة في سهل حشيش تراياثلون عاملينها كانت الأولمبيك. كانت صعبة جدا التجربة دي، تحت البوابة لو سمحتوا راد سويم كابس نرجع لورا. نزلت عوم كنت خايف قوي، بفكر كل الناس اللي نازله الميه لما تكون خلصت اول لفه هتطلع قبل ما تنزل تاني. Once again, once you finish your first lap, you're going to exit the water and begin your second lap. 4, 3, 2, 1, go! Congratulations! تسيفة كبيرة يا جماعة، قعدت احط على نفسي ميه وتعبت عشان اركب العجله، خلصت العجله بس كنت خلصان، ولادي كانوا بيتفرجوا عليا، ابني ما استحملش شكلي بعد ال5 كيلو الاولانيه، خاف عليا مش قادر اتحرك. تحيه كبيره قوي دلوقتي يا جماعه للدكتور عمرو شاكر وهو بيعدي الصف النهائي. خدت الميدالية بس رجعت وقعدت مع نفسي، جالي احباط وابتدت دماغي تلعب بيا،
ان انت هتعمل ايه، انت مش هتقدر. ده نص الايرون مان اللي بعد 3 اسابيع خلاص انسحب. ابتديت اشتغل مع نفسي سايكولوجي، لان في ال3 اسابيع مش هيبقى فيه تحسن كبير في مستوى الرياضه، هي قد ما هي الواحد يشجع نفسه وياخد الصبر. بقيت اهدي نفسي، احطش نفسي تحت ستريس، اعملها بحب. انسى النتيجه، انت مش رايح عشان الريزلت. انت عملت الاتشيفمنت، خسيت 30 كيلو فات، زدت 5 كيلو ماسلز، بقيت في شيب كويس، رياضتك اتحسنت. فكان هدفي ان انا اعملها قبل ما ادخل رجلي، بس قبل ما يقفلوا البيت. في خوف بس بقى في هدوء ومفيش ستريس. Welcome to Ironman 70.3 Turkey 2020. We are so excited to be racing with you in 2020 and looking forward to an amazing race weekend. Racing in 2020, very different with very few opportunities to race, which is what makes this weekend so special. And some of the requirements for a safe return to racing. وقفنا بقى عشان كمان الكورونا بينزلونا 2 باتنين باتنين. دي كان اصعب وقت، اني انا عايز ابتدي مهما يكون، هكمل مش هكمل، بس عايز ابتدي. كل حاجه راحت اول ما نطيت في المايه. عملت رقم حلو قوي، اداني شجاعه، عملته اقل من الاولمبيك مع ان المسافه كانت اعلى. جبت العجله، كنت مبسوط ومتحمس وعامل بلان واستراتيجي وماشي كويس قوي. لغايه الكيلو 50 حصل لي سايكولوجي دروب، لان الهواء كان جامد قوي. انت هتعمل ايه؟ انت فاضل لك 40 كيلو وفاضل لك 21. صاحبي حس بيا، قال لي ركز في ال 10 كيلو بس اللي جاي. فعملت ال 10 كيلو، وبعدين رحت اركز على ال 10 كيلو اللي بعديها. خلصت العجل تعبان فعلا، ابتديت اجري. اول 2 كيلو حصل لي مغص في جنبي هنا، وجع رهيب، مش قادر اتنفس. ابتديت اجري شويه واتنفس شويه، ورجلي ابتدت تورم. وهم كل 3 كيلو بيحطوا ميه، فبقى تركيزي هو السباق مش 21 كيلو، هو ال 3 كيلو. اتشيفت ال 3 كيلو، ابتديت اتحسن لغايه ما شفت السجاده الحمراء. جريت، طلعت اقصى ما عندي، اجري اجري لغايه ببص على التايم بتاعي، لقيته 6 ساعات 58 دقيقه. طبعا ما كنتش مصدقها، خلصت. حسيت ان عمرو ده بني ادم تاني. قعدت اعيط، انا حققت حلم عمري ما كنت فاكر ان انا هقدر احققه وانا 54 وعندي كم بالاصابات دي. وقعدت ارقص واتنطط، وجبت علم مصر وحطيته على نفسي. وساعتها حسيت ان الطفل اللي جوه عمرو ده اتغير، وبقى عنده ثقه في نفسه وانه يقدر. انا نفسي التاثير ده ما يوقفش عندي، وابتدي الجيرني بتاعتي. كل واحد ليه قصته، ناخد منها ممكن نزود عليها. بس لما يلاقوا ان كل حاجه فيها مستحيل، الوزن والسن والاصابات، واقدر، معناها انك تقدر، معناها ان impossible is not impossible.